يلا يوم جميل ممطر في كازان عاصمة تتارستان. أنا دائما أركز عيدها لأن كثير من إخواننا في الوطن العربي الجميل الكبير ما يعرفون وين تتارستان وين وما هي كازان. كازان على الفكرة معناها خزان أو خندق حسب ما قريت. أنا ساكن في البناية هذه، أجرت عن طريق Airbnb، وهذا موقع ممتاز كثير من الناس يعرضون شققهم للأجار، فأخذت لي شقة غرفة ونظيفة وشغل عدل. بريت والله ما أدري إيش قال، سلم علي. شوف أنا ما أدري إيش قال، رددت نفس الكلمة ما أدري إيش تبني، ما أدري إيش قال لي، بس شكله مبتسم. طيبين أمانة، يعني صراحة أمانة طيبين. كازانيين التتار طبعا قلنا لكم نوعين، 60% التتار اللي هم البلغار اللي هم المسلمين، وشيء طيب ان تحصل المسلمين في غلب روسيا، والارثوذكس اللي هم الروس. سلم علينا الرجال، خلينا نقول سلام ما ادري ايش قال الكلمه المهم، بس سألت الجماعة اللي هني قالوا لي في مترو، المترو توصلك للسيتي، فأنا راح أشوفها بجرب شلون توصل إلى السيتي عن طريق المترو. هذا الترام ما أنا رايح له، أنا بروح المترو، قالوا لي تحت. بتركي خوي السوق هني شغل عدل، ريوق الغداء كله هني يا بلاش، رخيصة بلد. المهم فراح أجرب تجربة المترو اليوم، جو مطر جميل، فبشوف كم راح تكلفني وراح اشوف شنو اللي التكلفه ومتى راح نوصل. نوقفني نكمل. سوق شعبي على كيف كيفك، رخيص رخيص وزهور، وبشايف لكم ورده تبيع ورد، انا ما شفت الا هني في كازان، هذه ورده تبيع ورد. عندنا بالوطن العربي ما لي قايل لحد يزعل فلاي بيع ورد، الذكي يفهم. المهم كمل ان شاء الله. راح المحطة، قالوا لي روح يمين سيدة يمين. يلا حلو، ساكن منطقة كلها زهور، كل يبيع ورد هني، ظاهر الشباب حبيبه هني بالمنطقه هذه. هذه المنطقه خلف النهر، ها عكس الكرملين اللي هو نهر الفولغا. هذه المحطه اللي قدامي راح انزل فيها، مثل ما قلت لكم البي لاين اللي عليه علامه النحله شيء طيب. برجر كينج هني شغل عدل، على العموم انا مو من اكلين الوجبات السريعه فما له داعي. حلو، في محلات هني شحن تليفونات، عصير، اكل، وجبات، تصليح، شغل عدل، ملابس. حلو كمل. لا 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 لحظه، غلطنا شوي، مو مني الباب الثاني اعتقد، هذه الطلعه. كمل مني اللي في يسار مني، يلا سكيورتي شغل عدل. قالوا لي 27 يا بلاش 50 سنت، هذه خردتهم ها 10 20. يلا نحط كذي، واحد اثنين، لا 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 ليش ليش نضبطها. هذا المبلغ فقط 27، متعاونين صراحة يعني، قالوا لي لا حط كذي كمل. حلو يا سلام، اطلع يلا. حلو هذه الحركة كمل، خذ الفيشة تحطها كده، افتح يا سمسم. حلو يلا انزل، يلا انزل. صراحة متعاونين، الشرطة السكيورتي الكل يعني كان يعلم يعني ما يبخل. ممتاز. هذه المحطة يا اما مني يا اما مني، بسألهم ونكمل. تا
ممتاز، مثل ما انا هنا هني راح اروح الى في محطة راح اوقف هني، شوف راح انزل هني، ممتاز. اعرف الخريطة هذه، لازم تعرف الخرائط، لازم تكون كويس بالجغرافيا عشان تعرف انا ساكن هني، ما راح انزل هني، راح انزل بالكرملين اعتقد، هذه الكرملين اعتقد. حلوة، سهلة العملية. السلام. حلو. كمل. ساعة 5:30، تاريخ 4/8/2019، وجا القطار، هنشوفه. نظيف وعدل ونظيف، ممتاز. هذا الاتجاه اللي وصلني إلى تحت النهر بالنفق إلى الكرملين، اللي هو شارع باونة، اللي هو الشارع الحيوي اللي عندي. أوكي؟ نطلع. نوقف هنا. أسترون. يعني العملية كلها تكلف، بدال التاكسي تاخذ من عندي $3، راح تاخذ من عندي 20 سنت فقط. هذه العملية من وصولك من 20 سنت فقط. هذه العملية من وصولك من المكان اللي أنا ساكن فيه إلى الكرملين. رخيص. ظهر عندهم مباراة شباب. هذه محطتنا، سمعت كرملسك يعني كرملين. Kazan Kremlin territory is an ashvalas. Kremlovskaya station. Exit here for the Kazan Kremlin. جميلة المحطة، جميلة محطة كازان، جميلة. هذه محطة الكرملين. يا سلام، حلو حلو الرسم هذا، حلو الرسم الكازاني. يا سلام، شوف بين عليهم عندهم مقناص وشغل عدل. حلو يا حلوة، هذه المحطة جميلة صراحة. كان أنا أشوف شيء طيب، كون عملية سهلة ما عندك أي مشاكل. هذا إذا أنا بالمحطة صحيحة. لحظة لحظة لحظة، شغل عدل، الرسم العربي موجود، أنت في قلب روسيا والأحرف العربية موجودة، والله شيء مفرح. حلو الرسومات هذه، شيء جميل انك تروح وتكتشف. شفت شلون المغامرة؟ العملية مو عملية والله، لا والله لا، واحد ما احب يصرف ولا احب اقتصد، عملية اكتشاف. كل ما تروح علو انك تاكل اكلهم، تمشي مشيهم، تروح مطاعمهم. بعد الرأس، يا سلام، في غلب موسكو حاطين لك رسم المسجد، المأذن عفوا. جميل 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 جميل، حلو حلو. هذا السلطان العباسي، حلوة هذه، الخليفة العباسي المقتدر. هذه من عندي طبعا، بس اعتقد المهم لان اسلموا عن طريق المقتدر العباسي، وهو شكر الى البعثة اللي بعثها المقتدر بناء على طلب التتاريين. قالوا احنا بنسلم، قالوا احنا المسلم بس نبينا بعثة او علماء، فالخليفة العباسي المقتدر ارسل لهم مجموعة من العلماء المسلمين من بغداد الى تتارستان، والرحلة موجودة، رحلة من ضمنهم احمد بن فضلان. طالعين من المحطة مثل ما تشوفون خوات مسلمات، هني في تتار ما شاء الله، الحجاب واللبس الاسلامي، هني بكثرة في تتار. احنا صعدنا وصلنا الى المحطة اللي انا حابب اوصل لها، الحمد لله توقعاتنا صحيحه، واحنا في قلب السيتي وما شاء الله خير. على العموم اخذنا درس شلون تصعد، او طريقه شلون تصعد من ان تستعمل القطارات، وهذه اول مره بالنسبه لي. على العموم هذا باونه، هذا مو بول شريف، هذا المسجد والملعب على اليسار، وانا رايح متجه في الباون ستريت. المطر خفيف، حلو انك تحط لك مظله مثل ما تشوفون. انصح اللي يحب يسافر اخذ لك جنطه صغيره حواليك مثل ما تشوف، تقليد ولكن شغل مضبوط. من ماليزيا اشتريتها، وراح انزل لكم ان شاء الله رحله ماليزيا ايضا. حلو الشنطة هذه، فيها جوازك، فيها
الشارج من الموبايل فيها. حلو الشغلات هذه فيها جوازك، موبايلك، كرتك، تليفونك، شحن التليفون، لان الشحن استعمل الموبايل وايد. شحن هني، تقعد مطاعم، تقعد مباراة. انا بشجع اليوم، انا بشجع الشباب، اي فريق هذول بشجعهم. مباراة عندهم وشحنك. لا مثل ما توقعت، صحيح مباريات. روح يا هالروس، كبر الواحد ما شاء الله عليهم. مثل ما قلت لك، تلفونك، اغراضك، نظارتك اللي تحطها، شنطه مهمه تحطها على الجنب وتمشي، فلوسك، المهم تكون حذر يعني، واحتياطاتك تكون معك. يا سيدي احنا راح نوقف، ارجو ان احنا استفدنا من هذه الرحله وشلون نستغل المواصلات العامه. وانا شخصيا وين ما اسافر ما عندي فخفخه، انسان بسيط والحمد لله. جدا استعمل الطرق اللي هم الشعب نفسه يستعملها، يعني لو رحت مصر استعمل التوك توك، اروح دوله فيها قطارات استعمل قطارات، دوله فيها حنطور استعمل حنطور، نصعد ما عندنا مشاكل. اوكي شباب نكمل، ان شاء الله عجبكم الفقره هذه. اللي شباب اللي عاجب المقطع يعمل اشتراك، سبسكرايب، لايك، تعليق، سؤال، انا مستعد اجاوبك ما عندي مانع. يلا السلام عليكم، وان شاء الله يكون عجبتكم المقطع. ناخذ شويه منظر على هالشارع الجميل وهالغزلان الشارد اللي حوالينا يعني. يلا